محسوبكو جاهز لطابور التخريج. البذرة هاي راح تدخل طابور الاستعراض، وبعدين تدخل المرج من أوله لآخره. علامكو، ناقص علي شيء؟ أنت من اللي أخرهم عن التخريج. ليش أنا تأخر؟ أنت صياد ماهر، وكيل السرية طلب تحويلك لدورة قناصة. يا سيدي طول عمرك، خليني أتخرج مع أخوياي بدورة المشاه وروح أشوف أهلي، وبعدين أفوت دورة القناصة. طيب اكتب استدعاء لوكيل السرية وأنا بعدين بحكي لك معه. يخلف عليك سيدي. بشري ام ضيف الله جات العوانة. تبشري بالخير، محيا بك وبالعوانة. عنت عنت هاتي جاي. هان 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 بنتي، نويتي عالسدو؟ اي فارج خير ان شاء الله، ليتها الف مبروك. يبارك بعمرك يا خيتي الغزل، اذا الصبغ ما ينضب. حمدة هاتي لي الودان والحجر بنيتي. اي والله جات الخير. هان يا عمة. هاي والثاني هان بنتي. زين عنك عنك بنتي، ناوليني هالغزل. ايه اخضر بلون الربيع اللي يرويه المطر، عسى دربك خضرة انت وكل من حبه الله. ان شاء الله تنسجيه بعز ضيف الله واحمد بو محمد. ان شاء الله ان شاء الله. هاتي يمه هاتي. عافية بنتي عافية. شيرة عافية يا بنات. هلا هلا يا أحمد، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا شيرة، وشلون العرب كلهم؟ يسألوا عن سلامتك وخاطرهم بشوفك. شوفك العافية إن شاء الله. تشرب؟ إيه اسقيني. والشمس غابت يا بين شعلا، واريد ادور معازيبي. والشمس غابت يا بين شعلا، واريد ادور معازيبي. ودلت تقرض على الفنجل، وبهارها جوزة الطيبي. والدلة تقرض على الفنجل، وبهارها جوزة الطيبي. هذا لويش يمه؟ شلون لويش؟ والدنسج بساط يا ابوي فراش البيتكو. العرب بدها ترحل على الدور، وانتي مديتي غزل ودش تنطي من هان ورايح.
ان شاء الله ما يطول يا ضيف الله، حنا كلنا نتعاون عليه. ما انت تني انك عوان لابوي اليوم ويجابك خيو. لف الغزل اللي بيدك انت يمه، احنا الجمعه اللافيه راحلين على دور والغزل هذا يخرب معك. لا يا ابوي، ان شاء الله بجمعه زمانه نسجه ووصلوا للدور فراش، ما هو غزل. يا حول الله العظيم، هذا يخلص معك بجمعه ولا جمعتين؟ ودك توخرينا بيهان والعرب رحيل على الدور يا والدتي. يمه يمه علامك. أحمد يهنيك بسلامته يا ضيف الله. يا الصلاة على النبي، لد لد وش لابس؟ وش في يا بنت؟ عازمين نص العرب، والله هذول ما يكفيهم عجل بحاله. هذا ما لقيت غيره؟ يطلب بالعنز نيره ونص. اقلع الجدي هذا ورد الرعي وجيب العنز نذبحها. ودوا حق العنز حاضر، اقول له شهر زماني البعد البيدر يقول لي صير حقها نيرتين متعلمة من الأيام. جيبها بايش مكان، لا تخلينا نقلط للناس إيش زهيد. يما أنا عشان قدمه بالليل ومن ودي شوف إذا في على المنسف تلحم ولا كم قطعة نزيد بالرز والخبز. شلون يعني؟ والناس وين اللي عزمناهن؟ وش عشيهن ها؟ أستغفر الله العظيم. اسمع أي اسمعني. وش فيه؟ أمك ودها نذبح عنز، أقولها الجدي أرخص علينا بنص نيرة معي. هاك جيب العنز وذبحها هي والجدي. ها هسه أسلك عود الحراث بالبور أقضبي. هات يا ولدي يا حبيبي، العنز لحالها تكفي. يمه اربطيه لما يجي اللي يذبح. زين زين يا حبيبي. تعجب يا هلا يا هلا بالدولاني، يا هلا بول عسكري من عرب المرج كلهم. حي نباتش. قل لي عاد، انت من هنا ورايح تركب الفرس وتمر على العربان مثل عسكر الفرسان؟ تعجب والدرس لك مشوار، بس إذا حدا عرف عنه عمرني ما راح أحكي معك. أنا؟ ليش عمري؟ اسمعيني، يعني أنا ما أعرفك، بس ودي إياك هالمرة تنسي عشان إيش ولويش وشلونها. قول إلك عهد الله والباي قبوق الله. ودي إياك تروحي لبيت حمد العبد الله. يا هول الله يا هول الله. يلا مثل ما قلت لك. ها وش وده وش ماغ احمر؟ إلو حاجة إلو حاجة.
عليش الكبرة يا بنت عبد الله؟ علامك خيو. الناس تقول مرحبا، صباح الخير، مساء الخير، ما هو علامك؟ سلمت عليك بس انت ما رديت. لا ما سلمتي، ما سلمتي، لاني طل عليك من اول ما جيتي. صح بدنه، الله يعطيك العافية. طال عمرك. تبن هذا؟ علف لي البهيم وينفع لجبلة الطين اللي اشتغل بيها. احمد، هذا تبن جديد لوش هيج؟ حتى تروحي تعبيه من مخزن ابوك وتلفي مع الدرب مرة ثانية واشوفك. ودك امي تحكي علي؟ اللي خذ قلبك تهنى به. هلا حمده. هلا حمده يا تذوبة يا بواقة، وانا اقول مالي رفيقة بكل هالمرج الاشيرة. تفلا شرج كل هالوقت تخبى عني، كل هالوقت ما تقولي لي يلي ما تخافي يلا، وانا اسالف بكل مخلوق بالمرج الا بيج. علامك انتي، عنيش تحكي وش بيج؟ وين امك؟ بالبيت. لويش جيت لكن عزامة خص نص من دون كل نسوان العرب؟ جانا محمد العلي، ارسلته امه يعزمنا. اي بس انا ما ارسلتني الختيارة نصرة، انا ارسلني ابو شماغة حمر، قال لي لا ترجع من بيت عبد الله الحمد الا وشيرة معك. احمد ارسلك؟ اي وخلاني ادشر مرسلة الجميد بنصه. امشي امشي كمليها عني. عم محمد. وين يا محمد؟ عم محمد. والله يا هلا بأحمد. هلا بيك يا خال. اقوم اصب قهوة. لله ضف الردع، شربنا قهوة واكتفينا. الليلة الحين بعد بول ودنا نتعلم، نشربها بعدين. الخير كثير، الدلال مليانة قهوة. خلها هالساعة، خلها، ودنا نسمع علوم الضيف. هاي يبا هات سولف، سولف عن عمان والدولة والدنيا اللي جيت منها. صحيح يا خال. دخيلك يا أحمد، ودس عليك وما أسعلك عن ذنوبك. تفضل. إيه من تلابس مثل هذول الفرسان اللي طول النهار دايجين على عربان والقرايع ويذبحوا لهم دجاج وخرفان. صحيح يا سعيد، انا سجلت بالجيش ما هو بالشرطه والفرسان. يعني ما ودك تستلم فرس؟ اي لو انك مستلم لك فرس الحين وطاش على العربان وتاكل دجاج وخرفان الحين تجينا ناصح. سعيد دايما يعرض حاله. اسمعي ود اسمع صوته. ايه يا ابن اخي كمل، وش بي بعد؟ الحرب اللي تسمع عنها ورا البحور هي صحيح بين المانيا وبريطانيا. ها؟ بريطانيا هم نفسهم الانجليز. لكن من اللي اسمعوا من الضباط العرب بالجيش عليم الله انها ما هي بعيدة عن ديرتها. برا وبعيد ان شاء الله. شفتوا عاد؟ قلت لكم هذيك المرة اذا الحال ظل مثل هيك في فلسطين الحرب لابد منها. يا الربع يا الربع، ادعوا ادعوا لله انه يرزقنا المطر ويطلع الزرع ويطلع العشب ويشبع الحلال. امين يا رب العالمين. ونسد عليان ونخلص من بلواه، وبس تجي الحرب يفرجها الله. اي الله لا يورينا الحرب ولا يومها، الحرب به مكسب، عسانا ما نشوفها ولا تجينا. قوت يا شيرة، شيرة قلت لك مرحبا. هلا هلا ضيف الله، صح بدنه، الله يعطيك العافية. تعافي.
أقول يما ليش طويتي الغزل وضبيتي؟ كنتي كملتيها أنا أحسن. ما ضل وقت يا بوي، أفرش بحوش الدار وين أشجها لك، وإن شاء الله بجاستك اللافية أفرشوي لك يا ولدي. تجيب لي معك حلو بالمرة اللافية وثوب. أمرك. لا ترد علي يا بوي، وفر القروش اللي معك حتى تخلص من دين الناس انت واخوك. اذا الله رزقنا بموسم طيب نجوز ضيف الله على البيدر. اي متى هذاك نهار بلكي هدي وبطل ملاخه ما غاد وجاي ملاخه ما ها. جبنا سيره القطل في نط. زين يا معلانتي، احمد ودي يركب الفرس لصويلح، ودي امشي معه حتى رجعها معه. ايه القاك ململم اغراض البيت، ودنا نرحل الليله على الدور. ما نرحل من العرب للحين ما حدا، بس ودي ارحل اول واحد ولا ما يطلع لي. لا خيوه، انا ودي امشي على رجلي. لا بالله تركب الفرس، شلون تمشي على رجليك وهي مربوطه بطنها بالبيت؟ العاد محمد يروح معي، ركبه وراي بالروحه وبالرجع يركبها لحاله. محمد؟ ايه محمد، ما هو صار رجل. اخاف عليه يا بوي. لا تخافي عليه ولا شي، اجري والحضن اصحى الطارد عليها بالرجعه، ترى انا اشوفك من هان. زين خاطرك يمه. مع السلامه يا ولدي. ادعي لي. بمان الله موفق ان شاء الله، والله يسهل لك دربك يا بوي. خاطرك يا فلان. مع السلامه يا اخوي، تروح ترجع عندنا بالسلامة. الله يسلمك، دير بالك على حالك. الله معك يا حبيبي. يمه كملي عليه لما ارجع لك. انت وين ودك؟ ودي افزع العرب يرحلوا، هالمره دوري ارحل وانزل. زين زين. يلفي وين ما لقاك ململمات البيت والحله يكسر العمود هذا على راسك يا حمده. خالك قال عن الرحيل؟ هلا عاد انت ودكم تظلوا لحالكم هان عن راح؟ لا بالله، اللي عليك عليك. يلا يا بنا. يكسر العمود على راسي؟ لا واش خيو. وشن هالمشوار اللي رحت بيه على بيت حمد العبد الله؟ وين؟ قولي لي قبل السولف الوردات على العين. أنا قوالية يا ضيف الله، أنا اللي قولي لي من دون علش حكي، سولفي لي يلا بساع مشان تهد البيت مع أمك وتحضر الحلشة للرحيل. Thank you.
عندك عندك خلي خلي علامهم العرب انهبلوا ولا شلون كيف ما معك خبر؟ لا ما معي. من هاللي قال لكم ترحلوا؟ من هاللي شار عليكم بالرحيل؟ جانا ضيف الله العلي وقال لنا اي ستي يا بنت. ضيف الله؟ من متى ضيف الله يرحل العرب وينزلها؟ الشتوية دخلت يا سعيد والرحيل لابد منه. شلون يا عودة؟ حنا ما نتشاور؟ ما ينقال لنا وايش رايك ويا ناس؟ يا رجل الدور هذا هن قبالنا مقرط العصا ولا يرحل المغرب يتعشى بداره لا يا عودة ما هذا السالفة ولا عمرها صارت وجرت إن جاهل يامر بالرحيل والكبار اللي مثلك إذا يدلوا أذانهم له اسمع يا عودة أنتوا ودكم تساوي العرب عربين عرب رحيل وعرب بالمراح أنت ببالك يطلع صوتنا يعني قول هالحالك قول هالولد بنت اختك بدل ما يتقلط على الكبار يروح يضب اخوه عن بنات الناس اخوه شفتي عاد وده يساوي الشير لعبد الله سالفه ومن ولا شيء هو عن من يحكي انا احمد لا حول ولا قوه الا بالله السلام عليكم وعليكم السلام سري رحيل رحيل؟ أين على رحيل أنت العسكري المجهز؟ نعم سيدي أحمد علي اجمع يا ضيف بسرعة أمرك سيدي اجري والحضن قديش حطيت للفرس؟ أمي حطت لها يما يا يما يا خير يا ما يمتي زيدي شعير للفرس ما هي حراثك اليوم ما ودك شوال شعير يكفيها موسم الحراث خذ يا ولد اقضب اجري والحضن لد علي جاي بس تحط التبن قدام الفرس طل على دار خالك عودة قول الحمدة امي وتهياش زيد انا لو ايش حمد العودة ولد عمنا سعيد يبربر بلسانه كثير وحمدة تسمع وتقول يفشل سعيد بوجهه انا رويت من العين واحمد العلي يزقف فرسه وخيه الصغير معه والعين مليانة ورادات ورعيان الحلال منه فوق تدري لو هو موسم البيادر احمد يعقد عقده عليك لو سياقك 100 نيرة انا ما همني الا هالكذوب اللي يظلمني بسواليف هالكذب
وش إله عندي يشذب على الناس عني؟ ولا مقهور مقهور من شوفت أحمد عسكري؟ إي هذا سعيد أخوي عليان ولا أكثر. قوم ابوي قهوه الضيف. ابشر يا شيخ ابشر. الله يحييهم. حي الله ابو حمود. اهلا وسهلا. قول لي يا ابو حمود، انت بتل فينا غير بعد وصاه؟ لا بالله، انشغلنا بالحراث والحلال على وجه اولاد.
اي بالله ينطيك العافيه. قول لي ابو حمود ولدك الله يخلي لك اياه بعدك ما جوزته؟ لا بالله قلنا بلكي على موسم هالخرفان. ايه بيدك حق، ترى له عندي عروس بنيه بعرب حجمه وزينه وتقوم بواجب الدار وتحلب غنمك وللزم تقضب المنجل بيدها وتحصد، وابوها رجل زين وتراني امون عليه، تودي 10 شياه بحوش داره اسياقنها. الله يدلك على الخير، دلني عليه. قريب قريب من هان ما هو بعيد، وان كان ولدك وافق وانت وافقت ترانا الليله الجايه انت عشى بداره. وش رايك يا حمود؟ اللي تشوفه يوبا. ايه بارك الله فيك، ملعون ما يطرع، ابن الزين غير الزين. بارك الله فيك. كمل يا شاعرنا وان شاء الله باكر نكد الجاه. ابشر يا شيخ. ايه هسه عرفت طول المشوار اللي يمشي اخوي ضيف الله. اخوك عسكري؟ لا، يجي يشتغل هان بالصيف. يلا يا عسكري في ورانا واجب. ابرك سيدي. حمد يا حمد، ها يا حمد. يا خير، وش فيه؟ وين ابوك يا بنت؟ نادي ودي اشوفه. طلع من الفجر يعشب الزرع. يعشب الزرع؟ اشلون يروح يعشب الزرع؟ ما يدري انه عنده ضيوف الليلة؟ لا بالله ما يدري. ضيوف ايش؟ وش لان ضيوف ايش؟ ما يدري انه ابو حمود جايك وخص نص من الشفا وما معكو خبر؟ هذا سوالف هنا مع امك وعمامك ضاعن مع حبوب الشمالي. اسمعي يا بنت، لما يجي ابوك خلوه يلفيني على الدار. ليش ما انت استراح اليوم؟ طلعت عن عايف وظيفه حتى ياخذ وظيفتي باكر، ودي اروح القدس. مجاز؟ لا، ودي اصلي الجمعه بالحرم. يلا اعطيك العافيه. الله فيك. سيد خبيث وانت تعرفه، يوم عتبته على السالفه يقول ما ودي الناس يعرفوا سيره احمد. انا ما اقول له، لو هي على روحي ما قلت ضيف الله. زين قول للختيارة نصر تستحي منها بعد؟ أقهرج بالله، امشي امشي اللي تجنى علي امشي. أنا داري أنا داري، ما حدا كبر راس سعيد غيرك يا خال. خليها على الله يا ضيف الله، خليها على الله. ظليت ساكت له لمنه استشيخ، وانت الشيخ اللي ما حدا يعصي لك راي. تشرب مي يبا؟ اي والله هات هاك اشرب. لا بالله ما اشربها قبلك. بسم الله الرحمن الرحيم. انت الليله مع الجهه اللي جايه على بيت حمد العبد الله؟ جهتيش؟ شلون جهتيش؟ ابو حمود جاي يخطب شيره لولده
بطل كذب يا بنت. أنا ماني كذابة يبا، بس إذا أحمد روح على البلد ولقى شيرة بشفة بدران مرة لحمود يذبح حاله. من هو بحمود هذا؟ عواد الذارع، عنده رعيتين غنم. خاف الله، السالفة صحيحة يا خال. كنت ودك البنت لأحمد؟ إيه أريدها إله يمه، أحمد يريدها. هو قال لك إشي قبل لا يمشي؟ حتى لو ما قال لي أدري إنه يريدها. أنا داري عنكم، السالفة مشلبكة وبيها عقد كثيرة. مثل إيش يا خالي؟ هالحين لو ردينا عواد الذارع عن بيت حمد العبد الله، إيه بمعكو شي تسووه لحمد وتعقدوا على شيرة لأحمد؟ أيوه، حمد العبد الله حاط شيرة بضاعة بالدكانة يبيع لأول شاري. كيف لعات الوده يجير عروس وده يدفع السياق هاي ضف الله. يصبر علينا وبعدين نسوق له، هو احنا ودنا نطير من البلاد. يا خالي بالأول نعرف حمد العبد الله قديش طالب سياق الشيرة، وبعدين يفرجها رب العباد علينا وعلى كل مكروب. والنعم بالله، والنعم بالله. هو انتي ودك تتجوزي الصغير قبل تشبيه؟ ايه يا خال، انا الحق نصيبي بعدين، بس ما ودي احمد يتنكد باول حياته. تعال بالاول خلينا نجرب هالراي اللي براسي. تعال. ما اريدك تحكي ولا تلمها. مثل ما ودك يا خال. يا حي الله ابو حمود. حي يا هلا. يا هلا يا مرحبا. كيف حالك؟ شلون؟ يا هلا بيك. يا هلا. جوك يا ولدي. يا مرحبا. يا هلا. شلون؟ يا مرحبا. يا هلا. يا مرحبا. يا مرحبا. يا هلا. ترى زعلان عليك. لا لا يا عودة. كيف حالك وكيف انت؟ لا يا عودة. ماني خابرك. تقطع مرج خلف الصخر علينا وما تسأل عني، وانا يوم كان لي حاجة بالشفة وانت خابر الايام اللي مضوا. اول ما فوت بيتك واطلبها منك. بهذه معك حق يا طويل العمر، وثرنا جاي طلاب عروس لولدي هذا. يا حياك الله كبير الجاهة، وانا وراك. حياك الله. حياك الله. ترى كل بناتنا عطية لك ولولدك، اتنقى واختار منهن اللي تعجبك. لكن وانت تذكر الله. لا اله الا الله. البنت اللي ودك تطلبها محيرة لولد عمها. ما حد ذكر لي هذا. لأنك ما سألتني. واللي دلك على بيت حمد العبد الله وده يشوفك مع قرايبك ونزعل مع بعضنا. لا عي الله، ما زعلهم ولا زعلك، ولو ولدي يظل بدون حرمة طول عمره. حياك الله. تسلم تسلم يا أبو حمود. أبقاك الله. والحين كد معي على البيت، لابد ما تتعشى عندي أنت والجماعة من الميسور. ميسور غانم. حياك الله. تفضل. واحد منكم يطل يا عيال شوف ليه توخروا، انا شايفهم بعيني وهم قبلين على القريه. قوم ابوي، قوم بك تشوفهم. ابشر يا شيخ ابشر. مسيكم بالخير. مساء الخير. مساء الخير. خالي عوده عنده ضيوف من الشفاء ويعزمكم كلكم على العشاء. من هم ضيوفه؟ عواد الذارع ومعه ناس من ربعه. عواد دار خالك واحنا ننتظر بيهان؟ وايش وداه البيت عودة؟ احنا وديناه، وانا تراني جرت شيرة لحمد لاخوي احمد.